ما هو الجديد الذي جاء به بلينكين في مشاوراته مع السيد السوداني؟ صراحة سمعت جزء من المؤتمر الصحفي قبل قليل، قال إنه تكلم بصراحة للغاية مع السيد رئيس الوزراء حول موضوع الساعة الآن الذي هو القضية الإقليمية والحرب الإسرائيلية الفلسطينية في غزة، وقال أيضا أنهم مستعدين للدفاع عن مصالحهم وينصح بعدم ضرب مصالحهم كان في العراق أو في المنطقة. هذا ما طفح لحد الآن من خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي. يعني هسه بغض النظر عن المؤتمر الصحفي وما سمعناه بالمؤتمر الصحفي، القصة البروتوكولية هي معروفة لزيارة أي وفد أنها ستتضمن هذه المحاور التي سيتم مناقشتها، لأنها زيارة معلنة وقد تم تحديد لها. يعني بلينكين جاء ليناقش ماذا مع العراق؟ يعني قصة فلسطين وقصة غزة وقصة المنطقة، هاي قصة يناقشونها مع الجميع. ما هو المطلوب؟ ماذا يريد بلينكين أو أمريكا من العراق في هذه الأزمة تحديدا؟ هذا الذي أسأل به. المطلوب هو معلن قبل مجيء الزيارة، وأثناء الزيارة أيضا تحدث بالمؤتمر الصحفي عن شيء من هو حصر الصراع في المنطقة وعدم اتساع الصراع للدول الأخرى المجاورة، وهذا ما تبغيها أمريكا من بداية الصراع في 7 أكتوبر ولحد الآن، وأكد اليوم أيضا ولحد الآن تعمل الإدارة الأمريكية على أن ينحصر الصراع في منطقته ولا يتوسع إلى دول أخرى. كذلك بالنسبة لمصالح أمريكا بالتأكيد في العراق مصالح كبيرة، ولديها معاهدة إطار استراتيجي، معاهدة أمنية، ومعاهدة إطار عامة. أيضا يعني تبغي أمريكا الحفاظ على هاي العلاقات مع العراق وفي المنطقة عموما، وأوضح أيضا أنه غير يعني مستعد أو غير لا يوجد لديهم توجه بمجابهة إيران أو الدخول في حرب مع إيران، أيضا لمح لها في المؤتمر الصحفي، ما معناه أنه إن كانت هناك أطراف من المقاومة المسلحة الإسلامية في العراق فعليها أن تدرك أننا لا نريد توسعة الصراع لا معها ولا مع إيران ولا مع دول أخرى محاذية لإسرائيل. يعني تحدث بها المعنى هذا، وهذه هي كانت استراتيجية أمريكا في التعامل مع أحداث غزة من بدايتها ولحد الآن.